يا امي اخ. امي ها فريحه، شفقتي حبيبتي؟ عملت لكم بيض مقلي بنتي، فوتي فيقي لاخوكي وقعدوا افطروا على كيفكم. ماشي يلا، انا راح اروح لعند روميسا خانوم وبرجع فورا بعد ما نظف للبيت. اي يا ظهري اي. لا تقولي رجع لك وجع الظهر. لك يا بنتي والله من كتر الشغل ماني عم اقدر ارفع ظهري، كثير عم يوجعني والله، عظامي عم ترجف. طيب ارتاحي، مدي رجلك شوي وبصب لك شاي. كيف بدي اقعد لك بنتي؟ كيف بدي اقعد وكل اهل البنايه عم يستنوني؟ وبعدين هدول يلي فوق مو متفهمين مثل روميسا خانم، هدول ما بهمهم وجع الظهر. ماما انا بدي ساعدك شوي لبين ما يرجع بابا مشان الله. ايه حبيبه قلبي يلي بتخاف على امها، لا لا انا ما راح خليك تشتغلي. افريحه مشان الله لا تتاخري لانه ابوكي مو هون. ماشي ارجعي بوقتك حبيبتي. ماشي وعد. يلا فيقي اخوكي وافطروا. يلا يعطيك العافيه. تسلمي لي. يا حبيبي شو بنا، يلا تأخرت مشان الله بقى. انت روحي انا رح اروح مع مصطفى. شو بك يا كربوش؟ ما في شي بنوب. اخي وبابا راحوا بس رح يرجعوا، انت لا تشغل بالك. ماشي طلع فيني لشوف. انتبه على حالك كثير منيح. ايه يلا بشوفك. ليش ما حدا منكم عم يقول لي شو عم يصير بهذا البيت؟ عمر؟ ليش عم تبكي؟ مساح دموعك. مين اللي زعلك هيك؟ الكل، الماما والبابا وفريحة وأخي محمد. ما حدا عم يخبرني بشي بنوب. الكل عم يبكي بالبيت وكأنه مو شايفون. وانت عم تبكي لأنه هنن عم يبكوا؟ أخي وأبي سافروا وراحوا على البلد. ويروحوا؟ إيه رح يرجعوا؟ بس ماما عم تبكي وعم تقول إنهم راحوا. قبل ما يروحوا كانت كل الوقت عم تصرخ. أصلاً كل شي كان بالبيت عم يصرخ. ولا يهمك، أساساً الكبار وعالم الكبار دائماً هيك، ضجة وعياط وتوتر. وبعدين ما حدا عم يزعل منا. معقول حدا يزعل منا؟ انت بتشبهي الشحرورة هيك دائما امي بتقول عنك. يا ترى قصدها شي منيح ولا مو منيح؟ برأيي شي منيح كتير. بتشكرك. صحة وهنا. روميسا خانم، اليوم لازم اطلع بكير. هلا انا بعرف انت كمان وحيدة بالبيت، بس رضا راح مبارح على البلد والولاد بالمدرسة، ما ضل حدا بالبناية يدير باله. ليش وعم بتبرري بنتي؟ نظفتي البيت حتى صار يلمع ما شاء الله، روحي ولا تاكلي همي. انا تعودت الوحدة اساسا، خصوصا انه اللي عندي هيك مأنزع، يعني ضروري هالمؤتمرات وضروري برات البلد. الوحدة صعبة بالعموم وبالأخص بعمري أنا. لكن صعبة والله، بس شو بيطلع بالإيد. طيب معناتها رح طبها الأغراض قبل ما أروح. ألو أرهان. أمي أنا بالمؤتمر بس أطلع بحاكيكي.
أنا طالعة يا رميسة خانم. ماشي؟ شو صار؟ يه شبكي؟ رميسة خانم؟ يه 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 يا على قامتي يا على قامتي. قديش كان الرقم؟ 155. ألو ألو ألو، أنا بدي شغلة ضرورية، ببعتوا لنا سيارة. إيه عندي مريضة تعبانة. إيه بسرعة الله يخليك. لو ما كنتي موجودة يا زهرة ما بعرف شو كنت بدي أعمل. آسفة عذبتك معي. إيه الله يسامحك يا رميسة خانم، معقولة الحكي حبيبتي؟ يا أخي من هون دغري، وبعدين رح ندخل على مفرق أتيلار. ماشي؟ ماشي. لوين رايحين يا زهرة؟ والله أنا ما فيني أتركك لوحدك، قلبي ما بيطاوعني، وأورهان بيك صار عنده علم، رح أخذك لعنا. والله العظيم لولا شغل البناية كنت ضليت عندك، بس يعني معقول هالحكي زهرة؟ أنا والله ما بحب تقل دم على العالم والناس. الله يسامحك، إذا ما وسعك البيت بتوسعك قلوبنا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.